الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، خلقنا فسوانا ورزقنا وعافانا وبلغنا رمضان وهدانا وعلى الصلاة والصيام والقيام قوانا، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد. كبدت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد السرمد، لك الحمد السرمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالعفو والمعافاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ربنا وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من قدر الأمور، سبحان من علم خفايا الصدور، سبحان من لا تواري منه سماء سماء، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحانك ربنا وبحمدك، سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، سبحانك ربنا وبحمدك، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أفضل العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتجيب المضطر، تشفي السقيم، تشفي السقيم، وتغفر للمذنب، وتغفر الذنب العظيم. اللهم إليك نشكو ضعف حالتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، يا رب المستضعفين، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أكرم لنا وأوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. يا من يرى حالنا ويعلم حاجاتنا، ولا تختلف عليه ألسنتنا ولغاتنا،
أصلح أحوالنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين، يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا الخاطئة بين يديك، نواصينا بين يديك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتول أمرنا، واشف مريضنا، وارزق فقيرنا، واستر عارينا. اللهم وأقض جائعنا، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة المباركة برحمتك وكرمك وفضلك يا كريم. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. رفعنا أكف الضراعات إليك، جئناك معترفين مقصرين، أنفنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا مباركين أينما حللنا. ربنا 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 سألناك لأنفسنا ولمن أحببناه وأحبنا من إخواننا المسلمين والمسلمات الشاهدين منهم والغائبين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع البلاد. اللهم أصلح حالهم، وولي عليهم خيارهم، وأصلح ذات بينهم، وانصر مجاهدهم، ووفق حاكمهم. اللهم وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعل لنا فيها عظيم الثواب والأجر، واعف عنا واعف عنا كل وزر، يا كريم يا رحمن، يا جواد يا منان، يا رب العالمين. نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم رد غائبنا ورب صغيرنا، اللهم والطف بنا يا رحمن يا رحيم، يا جواد يا كريم، يا الله يا الله، ترى حالنا وتعلم مكاننا، وأنت أعلم بما يصلحنا. اللهم آت كل واحد منا مسألته، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم جواد تجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.
الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.